ربنا يخليك. شكرا. وفاة زوجة الفنان خالد زكي والجنازة زور اليوم من مسجد مصطفى محمود. نادية الجندي ونبيل عبيدي عيان زوجة خالد زكي الجميلة والطيبة كنا بنحبها. السلام عليكم. لطفا قبل ان نبدأ لا تنسوا ان تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا ان تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. نادية الجندي ونبيل عبيدي نعان زوجة خالد زكي الجميلة الطيبة كنا بنحبها. تحولت صفحات السوشيال ميديا إلى صفحات تعزم وزعلان خبر وفاة زوجة الفنان خالد زكي، وحرص العديد من الشخصيات العامة والنجوم تقديم التعازي للفنان خالد زكي ومواساته على رحيل زوجته، خاصة بعد ظهوره متأثرا أثناء تشييع الجنازة. ومن النجمات التي كانت تربطن علاقة صداقة بالراحلة النجمتين نبيلة عبيد ونادية الجندي، حيث نشرت كل واحدة منهن صورة تجمعهما مع الراحلة مصحوبة بنعي كلمات مؤثرة جدا تدل على مدى حبهما لهما. وكتبت الفنانة نبيلة عبيد: أتقدم للفنان القدير الزميل خالد زكي وعائلته بخالص العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى زوجته السيدة زيزي، اللهم ارحمها وادخلها جناتك بغير حساب، واللهم صبر اهلها وانزل عليهم الصبر والسلوان، امين يا رب العالمين. كما كتبت الفنانه نادى الجندي: خالص التعازي للنجم الكبير والصديق العزيز خالد زكي في وفاة زوجته زيزي الجميلة الطيبة، كنت بحبها قوي، ربنا يرحمها ويدخلها فسيح جناته، وربنا يصبره هو وولاده دينا وتامر. ونعت الفنانة نهال عنبر صديقتها زيزي زوجة الفنان القدير خالد زكي التي رحلت عن عالمنا صباح أمس الأحد 18 سبت بعد مرورها بأزمة صحية. وكتبت نهال عنبر عبر حسابها على الانستجرام: انتقلت إلى رحمة الله تعالى صديقته وحبيبته وعشرة عمر زيزي، حرم الفنان القدير خالد زكي، يا رب ارحمها برحمتك، وهي كانت ملك بقلبها الأبيض الجميل وكانت صديقة عزيزة وغالية، ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته، وأنا أسألكم الفتح والدعاء. وأعلن الفنان شريف خير الله خبر وفاة زوجة الفنان خالد زكي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي قائلا: لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. توفى زوجة الفنان خالد زكي، اللهم ارحمها واغفر لها واسكنها الفردوس الأعلى برحمتك ومغفرتك يا رب العالمين. وشيعت الجنازة على جثمان زوجة الفنان الراحل خالد زكي والتي أقيمت بعد صلاة الظهر أمس الأحد 18 سبتمبر في مسجد مصطفى محمود بالمهندسين. وتم دفنها في مقابر الأسرة. وزار الفنان خالد زكي مكان في الصورة التي تم التقاطها له بالجنازة بينما حرص المتواجدين على مواساته. وشهدت الجنازة حضور عدد من المشاهير من بينهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهنة التمثيلية والإعلام الكبير عمرو الليثي. أشكر زوجتي على المواقف التي وقفت فيها بجوار والدتي موضحا: كنا نعيش مع والدتي في البيت. وأشار الفنان خالد زكي: تعلمت من والدتي الثقة في التعامل والرضا بما قسم الله، ومؤمن بأن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. مضيفا: تعلمت من والدي ووالدتي ألا أخاف من شيء إلا من الله وأوضح: والدتي أوصتني قبل وفاتها بأولادي من زوجتي ومن نفسي. متابعا: أنا لا أخاف من شيء، لكن أخاف من المرض على من أحبه ونقطة ضعف يا زوجتي. مشيرا: تزوجت عن قصة حب 7 سنين قبل الزواج، بدأت من الثانوية العامة، ولفت: مرتي هي الحب الحقيقي وحبيتها شكلا من البداية، وبعد ما جلست معها حبيتها أكتر، واكتشفت أن أهلها ناس كويسين جدا عندما جلست معهم. انهيار خالد زكي أثناء تشييع جنازة زوجته وزملائه في الوسط الفني وأسره. كان قد وصل جثمان زوجة الفنان خالد زكي منذ قليل إلى مسجد مصطفى محمود لتشييع والصلاة عليها، ورفقها زوجها الذي ظهر متأثرا جدا بوفاتها. كان قد توفت زوجة الفنان خالد زكي فجر اليوم بعد صراع مع المرض، وتقام صلاة الجنازة عليها بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين. اللهم اغفر لها واسكنها الفردوس الأعلى برحمتك ومغفرتك يا رب العالمين. وشيعت الجنازة على جثمان زوجة الفنان الراحل خالد زكي والتي أقيمت بعد صلاة الظهر أمس الأحد 18 سبتمبر في مسجد مصطفى محمود بالمهندسين. وتم دفنها في مقابر الأسرة. وزار الفنان خالد زكي مكان في الصورة التي تم التقاطها له بالجنازة بينما حرص المتواجدين على مواساته. وشهدت الجنازة حضور عدد من المشاهير من بينهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهنة التمثيلية والإعلام الكبير عمرو الليثي. أشكر زوجتي على المواقف التي وقفت فيها بجوار والدتي موضحا: كنا نعيش مع والدتي في البيت. وأشار الفنان خالد زكي: تعلمت من والدتي الثقة في التعامل والرضا بما قسم الله، ومؤمن بأن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. مضيفا: تعلمت من والدي ووالدتي ألا أخاف من شيء إلا من الله
ألا أخاف من شيء إلا من الله. واضح والدتي أوصتني قبل فتى بأولادي من زوجتي ومن نفسي متابعا أنا لا أخاف من شيء لكن أخاف من المرض على من أحبه ونقطة ضعفي يا زوجتي. مشيرا تزوجت عن قصة حب 7 سنين قبل الزواج بدأت من الثانوية العامة ولفت مرتي هي الحب الحقيقي وحبيتها شكلا من البداية وبعد ما جلست معها حبيتها أكتر واكتشفت أن أهلها ناس كويسين جدا عندما جلست معهم. انهيار خالد زكي أثناء تشييع جنازة زوجته وزملائه في الوسط الفني وأسونه. كان قد وصل جثمان زوجة الفنان خالد زكي منذ قليل إلى مسجد مصطفى محمود لتشييعها والصلاة عليها ورفقها زوجها الذي ظهر متأثرا جدا بوفاتها. كان قد توفت زوجة الفنان خالد زكي فجر اليوم بعد صراع مع المرض وتقام صلاة الجنازة عليها بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين والدفن بمقابر الأسرة بمقابر الغفير بصلاح سالم. وكانت منذ فترة ترددت شائعات كثيرة عن الفنان خالد زكي ما بين المرض والوفاة. وقال الفنان الكبير أنه سمع مثله مثل الآخرين شائعات مرضه والأمر الذي أخلق عددا كبيرا جدا من أصدقائه وأقاربه وجعله يتلقى عشرات المكالمات الهاتفية بشكل يومي ومنذ انطلاق الشائعات. وأضاف خالد زكي في تصريحات اليوم السابع للأسف تخرج هذه الشائعات من حولي من حين لآخر وأحيانا شائعات أخرى بوفاتي والأمر الذي يزعجني لأنه يقلق أسرتي وأقاربي. ولذلك على الجميع لا يتسبب في قلق آخرين بإطلاق شائعات ليس لها أي أساس من الصحة وأن يراعي هؤلاء المشاعر الآخرين لأن الكلمة أمانة سواء كانت على وسائل التواصل الاجتماعي أم في بعض المواقع التي لا تتأكد من الأخبار المتداولة. ووجه خالد زكي الشكر لكل محبيه من جمهوره وأقاربه وأصدقائه وزملائه لسؤالهم عليه معلقا ربنا يحفظكم جميعا ويخليكم ليا لسؤالكم المستمر ومحاولة الاطمئنان عليا. حالة من الحزن سيطرت على الفنان خالد زكي اليوم خلال جنازة زوجته حيث ظهر منهارا خلال الجنازة التي أقيمت ظهر اليوم من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين بالجيزة والتي بكى فيها بحرقة على وفاة زوجته. انهيار خالد زكي أثناء تشييع جنازة زوجته وزملائه في الوسط الفني وأسونه. كان قد وصل جثمان زوجة الفنان خالد زكي منذ قليل إلى مسجد مصطفى محمود لتشييعها والصلاة عليها ورفقها زوجها الذي ظهر متأثرا جدا بوفاتها. كان قد توفت زوجة الفنان خالد زكي فجر اليوم بعد صراع مع المرض وتقام صلاة الجنازة عليها بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين وأقاربه. ولنا أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا لنهاية الحلقة ولكن قبل أن أنهي حديثي لا تنسوا الدعاء بالرحمة والمغفرة في التعليقات لزوجة الفنان القدير خالد زكي ولا تنسوا أن تشاركوا بأراءكم في التعليقات ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد بنقدمه أول بأول. وقبل ما ننهي الفيديو كالعادة ما تنسوش الصلاة على النبي بنقدمه أول بأول. وقبل ما ننهي الفيديو كالعادة ما تنسوش الصلاة على النبي.